السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور أشرف مولاي هشام، وكيل لائحة تحالف فدرالية اليسار، الرمز الرسالة. اليوم جيت باش نقدم لكم البرنامج المحلي ديال تحالف فدرالية اليسار تالودانت، اللي كيحتوي على 7 ديال النقاط. أولها في التدبير، مجال التدبير والحكامة، لأنه هو المنطلق لتنمية المدينة. إذا كنلتزموا بتقليص النفقات الغير ضرورية، والنزاهة والشفافية في الصفقات العمومية، والقطح مع تبذير الموارد المالية. ثانيا، بالنسبة للبنية التحتية اللي هي مهمة، إذا ما كانتش بنية تحتية قوية راه ما يمكنش نجلبوا الاستثمارات. إذن إعداد البنية التحتية الأساسية، توجيه الموارد المالية للجماعة لمشاريع ذات مردودية، إحداث محطة طرقية للمدينة تستوفي الشروط اللائقة، إحداث محطة لتصفية المياه العادمة. فيما يخص التهيئة الحضرية والتعمير، تجهيز الأحياء المهمشة، إعادة تهيئة السوق الأسبوعي، تسمية الأزقة والشوارع وترقيم المنازل، تتمين المدينة العتيقة. في مجال خدمات القرى، من الركائز الأساسية لتقييم الجماعة أو عمل أي جماعة بحيث تمس الحياة اليومية لأي مواطن، ومن الخدمات التي نلتزم بها الترافع من أجل توفير الماء الصالح للشرب لجميع أحياء المدينة. الإدارة العمومية، تسليط الضوء على الأحياء الناقصة التجهيز، تأهيل الفضاءات العمومية والترفيهية. بالنسبة للمجال البيئي، الحمد لله تالودانت عندها مجال بيئي نظيف طبيعيا، ولكن يعاني جراء سوء التدبير. لهذا نلتزم بالإسراع من أجل إعداد وحدة لتصفية المياه العادمة وجعلها أولوية قصوى، وكذلك الإسراع بإحداث مطرح للنفايات مع إعادة تدويرها وتنمية المناطق الخضراء، مع وضع تصور متكامل لجعل تالودانت مدينة نظيفة وتفعيل المكتب الصحي الجماعاتي بالمدينة. بالنسبة لمجال التنشيط السوسيو ثقافي، تتمين دور الشباب وجعلها فضاء فعالا في خدمة الناشئة وانفتاحها عن التكنولوجيا الجديدة والثورة الرقمية. علاش المسألة؟ لأن كنشوفوا الشباب في مدينة تالودانت عاطل ما خدامش. إذا جميع النقاط اللي تطرقنا لها غتساعد أن الاستثمار يكون في مدينة تالودانت، ويقدر يعاون بطريقة غير مباشرة في تنمية فرص الشغل داخل المدينة. إلا ما كاين في تالودانت غير كوباغ حاليا، ولكن المستثمر ما يمكنش يجي لتالودانت إلا ما كانش محطة لتدوير المياه العادمة، إلا ما كانت محطة طرقية، وما كانتش البنية التحتية مقادة. رجعوا للنشاط في مجال النشاط السوسيو ثقافي، استثمار الموروث الثقافي كذلك والحضاري لتالودانت في التنمية المحلية، إحداث متحف يليق بتاريخ العريق لمدينة تالودانت، دعم التعاونيات النسوية ودعم المرأة وتشجيعها. وأخيرا بالنسبة للسياحة، نعملوا على صيانة المعالم الأثرية لإبراز هوية تالودانت وتأهيلها سياحيا، إعداد برنامج شامل لتأهيل السياحة والتعريف بمقومات السياحية بتالودانت، تشجيع السياحة التقليدية بالمدينة. إذا احنا جينا وتقدمنا كلائحة محلية للتحالف الفيدرالي اليسار بتالودانت باش نعملوا على تفعيل هذا البرنامج. ومن هذا المنبر كنطلب من ساكنة تالودانت، كما عاهدناها دارت فينا الثقة كإطار طبي، أنها دير فينا الثقة كفاعل سياسي لخدمة جماعة تالودانت. وشكرا جزيلا.